لا يكاد يمر أسبوع على البصرة من دون تظاهرة للخريجين العاطلين يطالبون بتوظيفهم بدلا من العمال الأجانب المنافسين لهم على فرص العمل في حقول جولات التراخيص النفطية بحسب قولهم. ورغم عدم وجود أرقام رسمية بشأن عدد العمال الأجانب، فإن منظمي الاحتجاجات يؤكدون أن 75 ألف عامل من جنسيات متعددة يعملون ضمن القطاع النفطي ويتقاضون رواتب أعلى من المحليين. عندي كتاب صادر من مكتب تصاريح الأمنية، العمال الأجنبية وصلت بالعراق 75 ألف أجنبي، مهندسين نفط واقفين بالشوارع يطالبون بأجر يومي. أنت تدري الراتب الأجنبي يفوق $10,000؟ هذا ما أكدته لجنة النفط والغاز النيابية، حيث قدرت نسبة العمالة الأجنبية ب 35% مقارنة ب 65% من العراقيين، معظمهم يعمل في شركات نفط ثانوية تربطها عقود مع شركات كبرى. هذه الشركات الثانوية فيها نسبة عالية من العمالة الأجنبية، تصل إلى يعني معدل من 65% عمالة محلية إلى 35% عمالة أجنبية، فبالتالي نحن بحاجة إلى أن نعمل على هذا الرقم، تقليص العمالة الأجنبية. في المقابل فإن نسبة العمالة العراقية في الشركات العالمية الكبرى بلغت نحو 80% في الحقول النفطية التي تديرها تلك الشركات بعد استغنائها عن عمالتها الأجنبية. ورغم ذلك فإن لجنة النفط والغاز النيابية تؤكد مضيها في عرقنة الوظائف كما أسمتها إلى نحو 95%. نسبة العمالة العراقية نسبة للعمالة الأجنبية يعني كبير جدا، وصل إلى 80 و85% في بعض الحقول. سنذهب إلى عرقنة العمالة ولو بشكل خلينا نقول من 90 إلى 95، والاكتفاء بالتخصصات المطلوبة. يحتاج العراق بحسب خبراء القطاع النفطي إلى عمالة فنية باختصاصات محددة يتم استخدامها من الخارج في وقت يطالبون بتدريب العمالة المحلية بغية الاعتماد عليها في داخل البلاد. تشغيل العمالة الأجنبية على حساب المحلية زاد من نسبة البطالة في بلد يخرج سنويا آلاف الطلاب من الجامعات وينطلقون إلى سوق العمل المعتمد على القطاع الحكومي لقلة نشاط القطاع الخاص. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.